نظمت مؤسسة حياة كريمة فعالية خاصة بتوزيع المستلزمات المدرسية على عدد من الطلاب بمدينة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية. يأتي ذلك ضمن مبادرة راجعين نتعلم التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر بمناسبة عودة الطلاب للمدارس، حيث أوضحت المؤسسة أنه يجري عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم في كل محافظات مصر، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إلى الفئات المستحقة وتقديم آلاف الخدمات التعليمية المختلفة. النهاردة بنوزع عليهم شنط مدرسية وأدوات مدرسية، أكثر من 1000 أو 2000 شنطة النهاردة بنوزعهم على الطلبة، وإن شاء الله مستمرين تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة مؤسسة حياة كريمة. طبقا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، النهاردة في مبادرة أهلا بالمدارس بنقدم ليهم مئات الشنط للأطفال أشد احتياجا في أشد احتياجا، وبإذن الله في زيادة، ودايما ودايما الخير جاي على يد الرئيس بإذن الله. وإحنا كل الحالات عملنا لها بحث وجبنا البحوث دي من الإدارة التعليمية والمنسقين، وما شاء الله يعني إحنا بنشكر سيادته على المبادرة الجميلة دي.